يعني انا كنت اوكي كلمني المخرج اوكي بس يومها انا كل لقاء اليوم اللقاء يجيني كسل الدنيا كله كل يعني صدق يجيني كسل بشكل مو طبيعي اللي اللي اها انام لان انا تقعد توسوس طول اليوم كثر ما توسوس تخثل خلاص هذا اللي يصير فيني اليوم بعد برد فان الفراش دافي لا والله اليوم مو نفس امس لا والله مو نفس امس اليوم لا الجو زين لا والله اليوم الجو زين يعني الجو نفس امس عشان انت سحبت علينا اليوم حطيت راسك انت وما تدري عنه لان الفراش دافي محمد انت وصلت الحركه خلونا كذي بارد الجو لا تدفوا شويه دفوا نفسكم شلونك عليك النوم شخبارك ان شاء الله تمام الله يسلمك شوف اول شيء انا اول سؤال عندي مو ليش مقل ليش ما مقل في شغله لليوم الناس يقولون صج ولا مو صج شنو عبد الكريم عبد القادر الفنان الكبير بفنه والكبير بتاريخ الفني كله خالك ولا مو خالك خالك ولا مو خالك هو خالك ومو خالك لان قصه طويله هو خال الوالده يصير خال الوالدة إيه يعني عادي بس ليش كذي القصة ليش إنه كبير وهذا فأنت تقول له خالي كذي القصة هو كذي طبعًا بس إنه أنا من ولدت لليوم أنا عايش عند جدتي أوكي فكل هو حسب بس خالي. مو بس هو يعني حتى أم اللي جابتني كنت أشوفها أختي أنا قسم بالله العظيم كان يقول لي هذه أمك ولا هذه أختي قولي أنا ماما أنا جدتك هذه أمك أقولها لا أنت أمي وهذه أختي وإخواني عيال أختي يصيرون عرفت يعني افترت فصار الفنان عبد الكريم عبد القادر خالك أيوه ما شاء الله إنزين وإحنا عرفنا أن يعني هو سبب دخولك المجال الفني أو هو سبب يعني الدزة مثل ما يقولون يعني كان هو الناس اللي نعجبه بصوتك يعني هو كان في اللي وصلني للأستاذ سليمان الملا خالد فقاله اللي وصلني لهم هو اللي وصلك لهم اي نعم فليش غنيت اغنيه نسيتيني حق راشد الماجد بالذات وحشتيني هذه اول اغنيه صارت لما سمعني فيها الشاعر غناء خالد بذال الاستاذ سليمان الملا اول اغنيه سمعوني فيها فخلاني ابو معاد وخالد بذال اذكرهم غنى خمس مرات غنيتها زين اخر شيء قال لي الحين توقعي انا طبعا انا صغير هالحكي من سنتين إيه؟ كان عمري 17 سنه ايه انا توني عمري 17 سنه هذا انا يعني بال 98 توني ناشئ شلون توني اوكي فما قاصر يعني ما يصير اوقع العقد لازم ولي امر يعني حلو فقال لي الحين تدق على ابوك كذا كذا هالاغنيه هذه فانا وايد احب الاغنيه يعني من اول ما نزلت ليوم انا اسمعها يعني. وابوك كان حسبه اخوك ولا ابوك؟ لا لا هني كبرت خلاص خلاص عرفت خلاص فيك درور خلاص يعرف العائله هذا الابو هذا خالي هذا عرفت مين؟ انزين نسيتيني وصارت يعني هذه وحشتيني نزلتها بيان يعني انزين نسيتيني كانت اول اغنيه سنجل لك لا البوم اول البوم الحكي ما قبل سنتين ما كان في سنه قبل بس انت يعني كانت هي ثالث على الهيت اللي ضربت عندك بالالبوم بالسنه نفسها اي نعم 98 صح 98 اي طبعا هي ما كانت نسيتيني كانت نسيتيني بال 98 لان مسكين ايه؟ اليوم قاعد يدخل ويكيبيديا كافيين 2008 قلت له الرجال مغنيها بال 98 الويكيبيديا هذه في عندك 2008 عيال صدق من سنتين مو 2008 في يعني جلسه من جلسات غنيتها او شيء فقال له جلسه بالويكيبيديا اغنيه نسيتيني 98 2008 بما ان اول اغنيه لك كانت نسيتيني هي الهيت مالك وما شاء الله عليك انت يعني حسين يعني غني عن التعريف يعني علي عبد الله لما الناس تقول تحب تسمع صوته صدق لانه دور يعني صوتك دافي وفي البحه الحلوه لا لا والله انا ياكل مريض اليوم شوف لا تقول مريض تقول نظام انا مريض ونظام هذا زين شوي خلينا نفتح صوت سوالف اي سوالف بعدين هذا طلب يعني لنا من داخل يعني من داخل اي وعاد طبعا انت تدري اللي داخل سلم لي داخل اي سلم لي عليك سلم لي عليك يقول لك سلم لي على الحب وقل له زين انا ارجع معك اكيد الفنان عبد الله فنان متميز من الاصوات علي عبد الله علي عبد الله زين مره الاصوات الحين قلبي حتى سمك عبد الله انا مريض الظاهر من الاصوات الحبيبي الله يسلمك شر مايك ان شاء الله والله يشافيك ان شاء الله من الاصوات اللي احسها الاصوات الحنين الموجوده عندنا بالكويت يعني ما شاء الله عليك صوت مميز بس في شغله يعني شخصيا منفذتني ليش ما اشوفك بمصاف المطربين الكويتيين التوب مع ان انت عندك القدره ليش لان انت من الاصوات المميزه النادره بالكويت يعني ليش انا اقول لك شنو قصدنا لما نقول صوت مميز صوت مميز لا لا صح سؤال حلو اي بس ابيك انت تقول لي وين في فنانين شباب تحت غير يعني مميز فنانين الكبار يعني
احنا عند شوف كمقارنه بصوتك ما في، انا قلت لك ما في. لا لا مو كمقارنه بصوتي بس شباب عندنا اللي اقصد يعني في شباب وايد اصلا كشهره يعني في شباب وايد بس ابو حسين تدري شنو قصدهم الشباب؟ الدعم يعني وين؟ هي مو سالفه الدعم يعني قصدهم مثلا يعني انا واثق علي عبد الله صوت من صوت من الاصوات الجميله اللي هو يعني ودهم يشوفونه انه بالصداره بالتوب يعني ان البوماته شلون لما تيجي تقول فنانين اللي برا الشباب بس انت عندك اللي بالكويت يعني مثلا بشار الشطي ما شاء الله عليه عندنا بشار الشطي عندنا احمد حسين صح هذيلي بعد ستار اكاديمي شنو فيه؟ ماكو يعني كلهم ربعي واخواني ايه بس شنو في مو هما مو بالعكس هم قاعد يجتهدون بشار قاعد يشتغل سناقل و و و بس وين انت قلت توا كلمه وايد الدعم ما في ما في ما في اهتمام شنو اللي تبونه انت الحين كونك كفنان هل تبي شركه راعيه لا 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 الحمد لله انا عندي شركه انا مع شركه هاب انتاج التوزيع الفني بس يعني اللي اقصده انه كتاب تقصد لا مو الكتاب الفن بالكويت بكل بكبره راح مع ان الفن كان يولد بالكويت صح كانوا ناس يجون من كان امريكا عشان يطلعون ايوه عليك نور كانوا يجون الفنانين الكبار كبار الفنانين كانوا يسجلون بالكويت شوف عيني اشوفهم انا قاعد وياهم استديوهات ايوه كانوا يسجلون من الامارات من السعوديه كل شيء كلهم يعني حتى انت عندك الفنان كاظم الساهر انطلاقاته يعني شوفوا فنان يعني الحين يعتبر انطلاقته من الكويت من غزال ما يصدونه وبرط الشطر زين شنو اللي صار؟ كلهم عبد المجيد اللي صار ما ادري يعني ما ادري شنو المشكله اللي صارت النقص ماده ولا نقص نفوس ولا كل شيء ما ادري ما في ما في ما في ربعنا مشكلتهم ما فيها ما في اتفاقيه بينهم صارت وايد 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 في اشياء صارت وتكسرت وكيت انا ما في اتفاقيه مادويه ما في صح يعني مثلا ماكو مصداقيه في مره صارت فرقه هنا بالكويت عشان هذا ومع هذا مو متفقين برا ما اشتغل انا يا هذا 40 دينار شنو بتضيف لي؟ لا 40 تضيف لك 40 على 40 هذه 80 يجيك ساعات يجيك البوم كامل هذه رزقه هذا معاش ثاني انت قاعد تاخذ غير راتبك صح غير السي لا اي فقام لي اسس الفرقه قال ما في اتفاقيه صارت فرقه البحرين اللي الكل قام يسجل الحين بالبحرين تركيا مصر يعني اساس فرقه البحرين كانت الكويت المفروض يعني تقدر تقول اسمها هي الفرقه شنو كانت؟ ما في لا يعني ما كان لها مسمى مثلا لا لا فرقة الكويت كان فرقة الكويت فرقة الكويت كمان جات يعني ما اتفقوا ربعنا يعني من المشكلة ان من ربعنا ما في اتفاقية ما في اتفاقية بمصر اشوفهم بمصر اشوفهم اقسم بالله العظيم برا ما يتحاشون بالشغل انت حبيبي وصاحبي صح الشغل شيء وبرا شيء شي لا تخلط لا تخلط هالسالفة ف قام يضيع كل فن كل شيء قام يضيع زين ابو حسين ما تحس ان انت بالاونه الاخيره صارت يعني مثلا الاغاني والكلمات والاشعار وهذا كله صار محصور مثلا حق فنانين معينين لدرجه ان انت لما تبي تسوي هيت تحسب ألف حساب ان انت وانت تبي تقط مثلا السنجل هذا او تبي تقط اغنيه بالبومك تدري ان بالوقت الفلاني الفنان فلان والفنان فلان طبعا انا اقدر اذكر اساميهم زين حارقين التيم او حارقين هذا وانت تكون صدق تعبان ومسوي الشغل هذا من قبل سنه مثلا فتلاقيها مثلا على فكره شاعر جديد على فكره ملحن جديد طب نزلت الاغنيه على نفس ستايلك ونزل فيها فنان معروف وبعدين قالوا انت المقلد هذه وايد تصير صح ولا لا؟ وايد تصير اي وايد هذه لا انا ما صارت معي للامانه ما صارت معي بس انه وايد صارت مع فنانين وايد شنو سببها؟ انا ما ادري بس انا اللي اشوف انه ممكن تكون توارد خواطر يعني بس توارد خواطر اي ممكن يعني علي خلينا نرجع حقك انت شخصيا انت كنت تدرس بالمعهد العالي الموسيقى وقفت والحين قاعد تكمل وكان يطلع من الاستوديو الساعه 6 الصبح والحين قاعد تكمل ايه شنو السبب اللي خلاك توقف؟ شنو كان يعزف؟ لا يعني سكت لا تفضحوني، شنو السبب اللي خلاك توقف؟ وشنو السبب اللي انت الحين رديت انك تكمل؟ تمثيل مدرس خي جاوب على راحته عشان الكوادر يمكن عشان الكوادر ارتفع الكادر الحين يقدر ينزل بدل اغنيه ينزل بدل اغاني لا يعني انا كملت ابي اتعمق اكثر يعني افهم بالنوتة اوقفت صارت لي ظروف يعني الامانه يعني ظروف اللي يعني للحين يعني حتى الحين وانا يعني الحين امتحانات عندنا فتره امتحانات وانا الحين تشطيب الالبوم فوايد قاعد تصير عندي امور ضغط يعني هذا اللي خلاني شوي انا ابتعد عن هو شوف علشان تكون يعني فرصتك الحين انك توضح قدام الكاميرا على الكلام اللي قاعد يدور عنك بالانترنت
كاتبين ان سبب انك ما كمل دراستك انك ما كنت قادر لانك كنت وايد تتعب تقعد بالاستوديو للساعة 6 الصبح صح وتطلع من الاستوديو مواصل تروح المعهد ايوه يعني هذا الكلام صح 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 كنت اطلع من المعهد شنو هالحب هذا حق الاستوديو لا مو هو مو لا تقول مو حب لا لان لو ما تحب الشغله ما راح تقدر هو صح احب الشغله احب الشغله وثاني شيء يعني انا وايد كنت يعني يعني بهالسالفه هذه يوم كنت يعني انا الامانه وايد احب جمهوري يعني فوايد ما كنت ما احب اتاخر عليهم بالسوالف يعني الالبوم يعني السنه احنا اي نعم عرفت فكنت والله العظيم جد يعني وايد تحب يعني ان انت تباشرهم يعني اول بعد التعب هذا كله اقسم بالله العظيم اقسم بالله مو عشان انطر انه ما راح يدي شيء بجيبي انا يعني بالضبط بس عشان انطر ان الله وايد فلان يقول ابي هالكلمه هذه انا يعني فهمت ما ابي دينار ولا ألف ولا بس لا ابي يعني هذه تهمني كلمه ان الله وايد حلو الشيء هذا الله الغنيه وايد حلو هاي تعني لي وايد شيء كبير يعني عرفت الحين وانت يعني رديت الحين المعهد ان شاء الله ناوي تكمل وكذي انا قاعد اكمل يعني ناوي هالمره قاعد الحين العميد وكان انه هو صار قديم صراحه يعني بدون تفاصيل علشان هو ما خلاص بس انا طالبك بجواب بعد الهواء اي بعد الهواء الجواب انزين نزلت بسنجل جديد هالفتره كسر الدنيا كلها الحمد لله وين يا قلبي راي كان يم كوايرا كيا كيا كاي كاتريك كاي كاتريك اللي ابي اعرفه هالسنجل لما سمعته لما سمعت الحانه لما سمعت كلماته قلت هذا راح يضرب هذا وقته ولا قلت خل انزل دام انه عجبني ويا رب يعجب الناس كنت يعني كنت مفكر ان هالدرجه راح ينجح ولا صارت ولا كذي يلا يعني لا الخيل يا شقله خل ننزل ونشوف شنو يطلع معنا للامانه يعني هالاغنيه طبعا وجه تحيه حق اخوي صهيب العوض الموزع الاغنيه نوجه له تحيه صهيب بيس بيس صح بيس لانه خمسة ايام انا ترجع على انا صهيب ابيها يقول ما ابي الاغنيه ما ابي اوزعها اقول صهيب يقول مو حلوه انت صهيب انا عندي نظره بالاغنيه اوف يقول لي مو حلوه قلت له والله العظيم حلوه الفكره حلوه لان انا عجبتني فيها اللي يعني وين يا تقطيع الكلام قلبي رايح بسته يعني هذه عجبتني الفكره يعني وعبد الله وعادل عبد الله العماني وعادل العماني ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم شياطين بالافكار وكذي يعني انزين فقلت له كلمات عبد الله العماني والحان اخو عادل العماني اخو يوسف اخوان يوسف العماني حلو نوجه لهم تحيه طبعا ف يعني ينني صهيب اخر شيء قلت له اذا خلنا اركب لك قايد اركب لك يعني بس صوت والسرعه اللي نبيها وانت جرب ما عجبتك ابغى اكنسلها انا راضي اوكي كان يقول لي انا حافظها يا اذا هاي مو عجبتك حافظها كان يقول لي حافظها قلت له ليش يعني بس قول له هذا اللي انا ابيه اي قلت له اذا مو عاجبتك ما يصير تحفظها شيء ما تحبه بالضبط ما تقبلها لما تهدش الراس ما تطلع هو كان قاعد يزحلقني صايب هذا يعني كله يروح عنده شغل فهو صايب كله يمشي بعدين يشتغل فيه كله شيء المهم وطوف تقريبا ست ايام ويدق علي قال لي وينك؟ انت بالبيت انا قاعد قال لي تعال الظهر حاكي هذا رحت له شيء سمعني قلت له والله شيء حلو يعني شيء يقول لي الحين هذا اول شيء فشوي شوي شوي تغيرت الفكره يعني صارت احلى صارت احلى واحلى يوم ركب الكورال و و يعني إيه؟ تغيرت الدنيا كلها وركبنا صوت و حلو ففنان علي عبد الله راح نكمل وياك على وين يا قلبي رايح لا تروح مكان بس نبي نروح فاصل صغير ونرجع لكم مع فنان علي عبد الله تابعونا بيسويها في اميز حمود ردينا صح؟ المفروض ايه اوكي ردينا شباب وبنات وياكم عند الفاصل شلون ردينا شباب وبنات طلع بالدور ماني فاهم عادي عادي anyway خلونا نرجع ويا فناننا علي عبد الله فخلنا نكمل قصة صهيب العوضي لما ما كان يسوي لك اغنية اوكي؟ انزين حمود لانك صاير قدامي كأنك برج ايفل مو انت تدري شو المشكلة يعني انت بروحك طالع فما حد طالع هذا انزين علي الحين خلص دق عليك الظهر وقال لك تعال سمعنا الاغنيه وركبنا الصوت ويعني وصلنا احنا فتره الكورال ونزلت الاغنيه الحمد لله والعالم يعني اول فتره كانت ها شويه مع الناس ايه بعدين قالوا لا علي شلون غنيت كذي ايوه يعني انا هم بجيس النبض
تغيير لي انا في هذا يعني متعودين متعودين سلو ايوه برافو عليك علي حرج قاعد اشرب عصير كان ماي عندي شو كان عندي ماي زمزم عندي انا اوكي